عمرو ديوان. عمرو ديوان هو رسام وفنان جرافيتي مصري شهير الحقيقة. فنلاقي انه عمرو تجيله دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم علشان يطلع على الدوحة، فيبدأ بفنه يمارس، تقدر تقول ايه، يشارك في تزيين الملاعب او جداريات الملاعب هناك في قطر. يعني شوف يا اخي، سبحان الله، احنا الفرقه بتاعتنا ما راحتش بس رجالتنا موجوده. يعني تلاقي مثلا عمرو ديوان، تلاقي مثلا الشركه التي تصنع كره القدم، تلاقي مثلا الشركه التي تصنع النجيل الصناعي المستخدم في بعض الملاعب. الله العظيم، المصريين دول مش ممكن، مش ممكن، مذهلين. عمرو ديوان فنان الجرافيتي من العاصمة القطرية الدوحة. أهلا 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 عمرو. أهلا بيك، أهلا بيك. الاتصال الظاهر أصوات مش واضحة أو في ديلي أو حاجة عمرو، صح؟ هرحب بيك مرة كمان يا عمرو. أنا لا، أنا سامع حضرتك كويس. أنت تسمعني بوضوح من السفينة الأم؟ سامع بوضوح. حلو، مية مية. قول لي ايه الحكاية بتاعت ان الفيفا كلموك وقالوا لك تعالى وعاوزينك تشارك في الرسم على جداريات الملاعب؟ والله هم الاول بشكر حضرتك جدا وبشكر كل الناس اللي بتسبورت الموضوع ده. هو في لجنة اسمها لجنة المشاريع والارث، دي موكلة من الفيفا انها اللي بتضبط كل الفعاليات اللي بتحصل حوالين الاستاد قبل المباريات واثناء المباريات وبعد المباريات في كاس العالم. حلو. فهم بعتوا لنا ان احنا ممكن، او ان انا اروح اطلع اجي الدوحه اني اعمل جرافيتي حوالين الاستاد ويكون حاجه ذكرى مؤرخه ان في كاس العالم بالجرافيتي في استاد السمامه والجنوب. جميل جميل. عمرو معايا؟ انا سامعك حضرتك. أيوة. كويس. كمل يا باشا. وبعدين خدت بعضك بقى وسافرت خلاص، كده تبقى القصه كده مكتمله ولا ايه؟ جيت بقى هنا، ابتدينا نرسم بقى حوالين قبل المطوشه، بنرسم جرافيتي حوالين الاستادات. اتفضل. لا ده انا بسمعك، كمل. بس فبنيجي هنا نرسم حوالين الاستادات حاجات ليها علاقه بالفيفا وبكاس العالم وبالاحداث، والناس طبعا المشجعين بتيجي وتتصور بقى مع الجرافيتي وتتكلم معانا لحد وقت الماتش، وبعد كده بعد الماتش برضو بنكمل رسومات الجرافيتي بالفيفا، وبرضو بنشتغل في الفان زون اللي هي منطقة المشجعين الرسمية، برضو هناك بنشتغل مع منظمة اسمها التعليم فوق الجميع. حلو. بنشتغل برضه هناك، بنعمل جرافيتي بالفان دونز، الاوفيشال فان دونز بتاعت الفيفا برضه. طب سؤالي يا عمرو، انت لما بترسم هناك بقى، انت بترسم اللي يجي على بالك ولا بترسم باتفاقات مسبقه مع الفيفا؟ لا، هم بصراحه سايبين لنا الحريه تامه. ان كل واحد، هم عارفين ان كل واحد بيبقى ليه فن بطريقه معينه، فهم بيسيبوا لنا الاتاحه ان احنا نعمل اللي احنا حابينه. وارسم اللي انا شايفه، طبعا بالكوردينيشن معاهم، طبعا بنتكلم في التوبيك او في الموضوع اللي احنا بنشتغل عليه، وهم سايبين لنا الراحه التامه في الموضوع، التعبير ازاي نعبر عن كاس العالم او ازاي نعمل بالطريقه اللي احنا حابينها او كده. حلو جدا جدا جدا. طب رسمت كام جداريه لحد دلوقتي يا عمور؟ حلو يا عمور دي. رسمت حوالي خمسه. خمسه؟ يعني لسه في واحده هتكمل بكره، فعشان كده بقول حوالي خمسه، والمفروض ان في، هو المفروض ست جداريات، يعني فاضل لي خلاص اخر واحده ان شاء الله في اليومين الجايين دول. دول ست جداريات، في ثلاثه منهم موجودين على حوائط ثابته، وثلاثة منهم موجودين على اس 2، موجودين على حوائط ثابته،
وثلاثه هيبقى هيحتفظ بيهم الاستاد ويعلقهم جوه في داخل الاستاد نفسه، كان هو بيأرخ ان كان في كاس العالم في الاستاد ده بيتلعب وكده. حلو قوي. طيب معلش ما حاجة كمان يعني أخيرة، لما ربنا يخليك ربنا يخليك، أنت لما بتيجي أصلا دايما فن الجرافيتي ده بالنسبة لي لغز كبير، أصل أنتوا بترسموا بأحجام ضخمة جدا، جداريات بالمعنى الحرفي، هو أنتوا بتشوفوا الرسمة إزاي؟ يعني ما بت مش عارف، والسكيل بتاع الرسمة والحاجات زي كده، يعني أنا بحس إن لازم أرجع بظهري لورا أعمل زوم أوت وارسم من بعيد عشان اعرف اظبط الرسمه. انتوا بتعملوا كده ازاي؟ بتصمموها الاول على ورقه عاديه، ولا وانت قاعد شغال عارف انت الفن يبقى واخدك وكده؟ لا، هو في طريقتين. في طريقه ان احنا طبعا بنبقى متعودين على الحوائط، لان انا كمان برسم من 2008 جرافيتي، هايل، فانا اتعودت خلاص على ان انا ازاي اقدر اكبر السكيل على الحيطه. وطبعا بنعمل تصاميم قبليها على ورق او على الكمبيوتر او كده، بنشتغل عليها وبعد كده بنبتدي نحطها على الحيطه ونرجع ورا ونقرب ونرسم ونرجع يعني لازم نقوم بنفس الموضوع علشان نقدر نطلع الرسمه بالحجم الكبير. عامه حلو، لازم ارجع وادي ناحيه الحيطه وارسم واكبر واصغر حاجات كده. ايه ابرز رسمه رسمتها لحد دلوقتي وانت هناك في الدوحه؟ الرسمه اللي انا شغال عليها دلوقتي في استاد السمامه، هي دلوقتي دي اكتر رسمه انا حاببها في كل الرسومات. هي مكتوبه، هي انا ابتديت فيها ولكن لسه ما خلصتش. هي عن التشجيع وعن المشجعين اللي موجودين وحماستهم في كاس العالم، لان طبعا الموضوع يعني احنا في وسط الحدث، ف المشجعين فعلا فيهم طاقه قويه جدا، فده بحاول انقله على الجداريه الاخيره اللي انا بعملها في استاد السمام. ينفعش ترسم لنا رسمه؟ اكتر واحده انا حاببها. كنت هقول لك ترسم لنا رسمه كده لو كان لسه فاضل لك لوحه لم ترسم بعد. تعرف المصريين القدماء لعبوا الكوره او لعبوا كره القدم بشكل طبعا يعني مختلف عن الوضع الحالي، بس عملوا حاجه شبه الكوره ولعبوا بيها في بعض الملاعب وفي بعض المناسبات. يعني ما ينفعش ترسم لنا كده المصري القديم وهو بيلعب كورة، بس يبقى وشه أنا، أخليك أنا متواضع في نفسي قوي، يبقى وشه إيه؟ أنا يوسف. طبعا ممكن هناك يبقى أعلى إفيه ده. في رسمة لسه ما اترسمتش هنعملها كده أكيد. بص لا والله سيبك من إن يبقى وشه أنا يعني، بس ينفع تبقى حاجة مستلهمة من المصريين القدماء باعتبارهم أول من مارس لعبة قريبة من كرة القدم؟ طبعا ممكن، وممكن تدمج بكأس العالم دلوقتي. حلو، بالطريقة دي. طب ما دوس بقى يا عمور، بقى دوس بقى وفرحنا وهيصنا، دوس أكيد ارجوك. اكيد طبعا، انتوا الدنيا عندكم صيف وانت لابس شورت ومهيص، احنا لا نازلين بالحفه. الجو هنا احنا مش متعودين على الحر قوي كده. حلويات والله، ده احنا نازلين بالحفه من البيت. عمرو انا بشكرك جدا جدا جدا، ولك ان تعلم ان انا من اكتر الناس اللي بجد بتقدر فن الجرافيتي ده، كلام جد جدا جدا يعني. زمان كان مرسوم لي جرافيتي جنب الجامعه الامريكيه. والله صدق حد رسمني والنبي فيه الخير، ايده تتلافي في حرير، ابقى ارسمني مره عمرو في اي مكان. اشكرك يا عمرو، نورتنا وشرفتنا في التليفون في البرنامج، وتعالى مره يا عمرو لما ترجع القاهره باذن الله بالسلامه نقعد نرسم جرافيتي هنا في الاستوديو.